عندما نذكر الأرقام نتذكر عادة فيثاغورس في المقام الأول، حيث أنه كان أبا للرياضيات وركز على الجوانب الرياضية والفلسفية للأرقام واعتبرها مبادئ أساسية تكمن وراء بنية الكون، واستكشف العلاقات بين الأرقام والنسب الرياضية الموجودة في الموسيقى والهندسة. ولم يتكلم فيثاغورس كغيره من العلماء عن أرقام ملائكية أو عن الاتصالات الغامضة للملائكة عبر الأرقام حتى جاءت الكابالا، وهي مذهب يهودي غنوصي في تفسير التوراة تحتوي على تعليمات ومفاهيم روحية وطقوس سرية تمكن الإنسان من فهم أسرار الخلق والخالق، والجزء المخفي منها يعلم الإنسان كيف يتحد مع الإله أي الشيطان ويصل إلى مرتبة الألوهية نفس هدف الهندوسية. وهذه الأسرار لا تكشف إلا لمن يرتقي إلى أعلى الدرجات، كما هو حال الجمعيات السرية التي تستمد بناءها الفكري من الكابالا. في تعليم الكابالا تلعب الأرقام دورا مهما في فهم طبيعة الله والكون، وكل رقم يجسد صفات روحية محددة وسمات إلهية، كما يوجد في الكابالا مفهوم الجيماتريا والذي يعين قيما رقمية للحروف والكلمات العبرية، ومن خلاله يجد الكباليون معاني وروابط خفية عند تطبيقه على النصوص المقدسة. وفقا للكابالا فإن الأرقام لها تفسيرات ومعاني رمزية، مثلا الرقم 1 يمثل وحدانية الله، الرقم 2 يمثل الانقسام والازدواجية، الرقم 7 يمثل الاكتمال والكمال الروحي، الرقم 10 يمثل نظام السيفيروت على شجرة الحياة ويرمز إلى صفات الله، الرقم 22 يرمز إلى القنوات التي تتدفق من خلالها الطاقة الإلهية إلى آخره. ولم يظهر مفهوم الأرقام الملائكية إلا بعد ظهور حركة العصر الجديد، وهي الثوب العصري لمفاهيم الكابالا والتي بسطت للعامة. وكان أول من طرح المفهوم هو دورين فيرتشو، وهي مؤلفة ومعلمة روحية معروفة، حيث قامت بنشر كتاب عن أرقام الملائكة تتكلم فيه عن الأعداد المتكررة وكيف يمكنها نقل رسائل وإرشادات من العالم الروحي، مثلا رؤية 11-11 علامة على التوافق والصحوة الروحية، والرقم 777 يرتبط بالتوجيه الإلهي. ورغم شهرة دورين وأعمالها حول أرقام الملائكة والتاروت والإرشاد، وقد كانت كتبها من أكثر المبيعات في العالم، إلا أنها تبرأت في عام 2017 عن كل أعمالها واستنكرتها، وتوسلت إلى دور النشر لإيقاف طباعة كتبها التي تتحدث عن الأرقام وتوأم الشعلة وتناسخ الأرواح، قائلة أنها في الحقيقة لم تكن تتلقى المعلومات من الملائكة بل من الشياطين، وذكرت أنها نادمة على كل ما فعلت وأن الشياطين استعملتها لمصالح خاصة، وأنها لم تكن تعرف بأن ما كانت تقوم به كان خاطئا مثل كل ممارسات الطاقة المنتشرة. وقد قالت أن المعلمين الكاذبين دائما يعطون أملا كاذبا، وهذا ما كانت تفعله. وفي الخلاصة، نحن كمسلمين نعرف أن الملائكة لا تتواصل مع العامة من البشر لا عبر الأرقام ولا عبر شيء آخر، وأما الوحي فهو خاص بالأنبياء والرسل، والملائكة لا تعصي أوامر الله أبدا ولا تحث الإنسان على ممارسات شركية ولا تعلمه الغيب، هذا كله عمل شيطاني بحت.